جزيلا، ألف شكر. هنبتدي من سنة 1988 مباشرة وبدون مقدمات. في شهر ديسمبر في ذاك العام العالم كله كان بيتفرج على حفل كبير، حفل يهم الإنسانية كلها، حفل توزيع جوائز نوبل. الحفل ده كان فيه تكريم لعدد من الأسماء المهمة كل في مجاله. اسم زي جيمس بلاك، الطبيب الاسكتلندي اللي اخترع عقار للقلب أنقذ ملايين من البشر لأنه بيحميهم من الأزمات القلبية، والعقار ده اخترعوا منه بعد كده من سنين كل تشكيلة أدوية القلب المتخصصة في الحالة دي. مثلا يوهان دايزنهوفر الكيميائي الألماني اللي اكتشف سر من أسرار التمثيل الضوئي في النباتات، اللي أحدث قفزة في الكيمياء الحيوية والأبحاث المتخصصة في النباتات. الحفلة دي اللي الدنيا كلها كانت بتتفرج عليها، في مقطع من مقاطعها كان ملك السويد بيسلم إحدى جوائز الشخصيات التي أضافت للإنسانية لنجيب محفوظ الروائي المصري الذي أضاف للإنسانية بأدبه وكلمته. الحفلة دي العالم العربي في مجمله يعني أكيد شافها واتفرج عليها، كان في ترجمة فورية طبعا لأن اللغة المتحدثة مش العربية. الحفلة دي فين؟ ما نعرفش. كل اللي متبقي من الحفلة دي 30 ثانية، دقيقة بالكتير، ممكن بعد بحث وتنقيب يعني جامد جدا تحصل عليهم. 30 ثانية كده وابنتي نجيب محفوظ بيستلموا الجائزة. طب هي فين الحفلة؟ هل الحفلة كانت موجودة واتمسحت؟ ولا اتذاعت وما تسجلتش أساسا؟ ولا لسبب ما بيتمش تداولها؟ ليه بقول كده؟ لأنه في أجيال كتيرة جدا تعرف أنه نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل، بس المقطع ده عمرها ما اتفرجت عليه كده باستفاضة أو اتفرجت عليه كده تفصيلا. المقطع ده أهميته في أنه وهم بيقدموا نجيب محفوظ قعدوا يتكلموا عن أدبه، قعدوا يقولوا كلام له علاقة بجوهر الإنسانية وإزاي أنه هو بيضيف برواياته للأشياء العميقة في الحياة. قعدوا يعددوا الروايات المهمة اللي أهلته أنه هو يبقى يحصل على نوبل أو أن نوبل هي اللي تروح له. جابوا أسماء روايات كتيرة مش رواية واحدة، اتكلموا على زقاق المدى، اتكلموا على الثلاثية، اتكلموا على اللص والكلاب، اتكلموا على المرايا، اتكلموا على أولاد حارتنا، اتكلموا على عدد كبير من الروايات، اتكلموا على ثرثرة فوق النيل. دي كلها روايات سردوها في المقدمة وهما بيكلموا البشرية أو كل اللي بيتابع جائزة نوبل. قعدوا يعددوا الكتب دي أو الروايات دي عشان يقولوا، أو مقدم الحفلة يقول إنه السيد نجيب محفوظ ليس معنا الآن ولكنه في بيته في مصر، وبص للكاميرا كده وقال هوجه له رسالة من هنا لحد عنده في مصر، وابتدى يتكلم عن رؤيتهم أو تحليلهم للشخصيات أو فحوى هذه الروايات، وده تحليل يخص جائزة نوبل. المهم انه الحفله دي اتعزف فيها لمره او في مره من المرات النادره انه الاوركسترا اللي كانت موجوده عزفت مقطوعه موسيقيه مميزه اسمها بلد عربي. الملك والملكه موجودين، بنات نجيب محفوظ موجودين، والعالم يشاهد. بصعوبه قدرنا نجيب مقاطع من هذه اللحظه التاريخيه لنعرضها كي يشاهدها او تشاهدها اجيال لاول مره. نحييكم من قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وننقل لكم على أنغام هذه الموسيقى بلد عربي، مقطوعة موسيقية للموسيقار جونتر شولر يعزفها فرقة ستوكهولم الفيلهارمونيكا، ونحن ننقل لكم وقائع تسليم الأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب لعام 1988. سيقوم جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد ويسلم جلالته جائزة الأدب إلى كريمتي الأستاذ نجيب محفوظ بعد أن يلقي البروفيسور ستوري أليين السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية عضو لجنة جائزة نوبل. بعد أن يلقي البروفيسور ستوفري أليان
كلمة التقدير للأستاذ نجيب محفوظ، يسلم جلالة الملك كارل جوستاف ملك السويد شهادة جائزة نوبل. الموسيقى التي تتناهى إلى أسماعكم لعازف الشلو المصري ناجي أحمد الحبشي، عضو فرقة ستوكهولم الفيرهالمونيكا، ليقدم هذه المعزوفة بلد عربي. تتسلم الابنة الصغرى فاطمة الميدالية، والابنة الكبرى أم كلثوم الشهادة، ومن بعد ستعزف الموسيقى فنفار الفوز وسط تصفيق 1700 من الحضور في قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التي ازدانت في يوم تكريم من أثروا العلوم والفنون والآداب واستحقوا أن ينالوا جوائز نوبل. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، سيداتي وسادتي، في يوم جائزة نوبل العاشر من ديسمبر عام 1911 تسلم موريس ميترلينك وهو شاعر بلجيكي جائزة نوبل في الأدب من يدي الملك جوستاف الخامس هنا في ستوكهولم. وفي اليوم التالي مباشرة ولد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم في القاهرة عاصمة مصر التي ظلت وطنه الذي لم يغادره أبدا إلا في مناسبات نادرة. لقد وهبته القاهرة أيضا وحي الزمان والمكان لرواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته. فهنجد الزحام في زؤاء المدى واضحا بأسلوب ينم عن الود وصفاء. هناك يواجه كمال في رواياته الثلاثية قضايا شائكة ومصيرية. وهتقع العوامة في ثرثرة فوق النيل ساحة للأحاديث والمناقشات الحامية حول الأوضاع الاجتماعية. وهناك نلتقي بالأحبة الصغار يبسطون سريرهم فوق هضبة الهرم. إن الرواية في الأدب العربي كظاهرة للقرن العشرين هي سنن لنجيب محفوظ في قليل أو كثير، لأنه هو الذي وصل بها في الوقت المناسب إلى مرحلة النضج، وبالتالي كانت حجر الزاوية في هذه المرحلة روايات زؤاء المداء والثلاثية وأولاد جبلاوي وهي شخوص في أولاد حارتنا واللص والكلاب وثرثرة فوق النيل وحضرة المحترم والمرايا. وقد تنوعت تلك الروايات في حبكتها ما بين الواقعية النفسية والرمزية والغوص فيما وراء الطبيعة. إن الأستاذ نجيب محفوظ لا يستطيع مصاحبتنا هذه الليلة، وعلى كل فإنه سيشاهد هذا الاحتفال على شاشة التلفزيون في بيته في القاهرة، واسمحوا لي أن أوجه إليه حديثي مباشرة في هذه اللحظة. Dear Mr. Mahfouz, عزيزي الأستاذ نجيب محفوظ، your rich and complex work invites us to إن صرحك الأدبي الغني يدعونا إلى أن نعيد النظر في الأشياء الجوهرية في الحياة. إن مواضيع مثل كنه الزمان والحب، المجتمع والقيم، المعرفة والإيمان تتوالى كلها في مواقف متباينة وتقدم في أفكار مثيرة للعواطف والذكريات وبأساليب جريئة واضحة. And now may I ask you, Miss Nagib Mahfouz, يدعو and you, Miss المستر Mahfouz, to step forward to receive from the hands of His Majesty the King on behalf of your father, Nagib Mahfouz, the Nobel Prize for Fatima, 1988. وقد وقفت الآن للتقدم لتسلم جائزة نوبل للأدب من يدي الملك كارل جوستاف السادس عشر. تتقدم أم كلثوم وفاطمة، ويحاول جلالة الملك مداعبتهما، ويسلم الآن على أم كلثوم وعلى فاطمة وأعطاهما الجائزة. وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ، هنيئا لابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية، هنيئا لمن رضع لبانهما وتغذى على آدابهما وفنونهما
فأنتج لنا أدبا استعاد للعربية عالميتها وللعروبة مصداقيتها. إن الحق سيداتي وسادتي مهما طال به الأمد فإنه واصل إلى مستحقيه. هنيئا لمصر أن أنجبت نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم، وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب. نحييكم سيداتي وسادتي من قاعة الكونسرت الكبرى في العاصمة السويدية ستوكهولم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفلة دي من 29 سنة كان في هذه الاحتفالية الكبرى في مصر وفي العالم العربي بتتابع عن بعد، وهي بتحصل في ستوكهولم. الحقيقة انه زي ما قلت الحفلة دي ما عرفش ليه مش موجودة ومش متوفرة. المهم انه احنا في حلقتنا النهاردة هيبقى في عدد كبير من الانفرادات، انفرادات على مستوى الصورة، على مستوى الوثيقة، وعلى مستوى الاشخاص. هيكون معانا شخصية نادرة الظهور، واحدة من بنات نجيب محفوظ اللي كانوا موجودين في ستوكهولم بيستلموا الجائزة، اللي في معظم الأحوال في طول السنوات الماضية في حياة والدهم وبعد رحيله ما كانوش عندهم إحساس طاغي بالظهور في الإعلام. يمكن عدد الحوارات اللي عملوها في مجمل حياتهم لا يزيد عن أصابع الكف الواحدة. النهاردة هيكون معانا الإبنة والذكرى والوثيقة والصورة، لنعيد التأكيد على القيمة، القيمة التي يدركها العالم وأحيانا نتجاهلها نحن. بعد الفاصل نبتدي حلقتنا. قالت له انت اخدت الجايزة؟ قال لها انت بتصحيني عشان كده؟ نوبل رفض. انا اتصدمت الحقيقة. ادى كلمة درس. انا طالعة بقول الحقيقة وده شيء مش عاجب، دي اول واخر مرة هتحصل حاجة زي كده. صفحات تعرض لاول مرة على الاطلاق. كان بيحفظ الحلم ويمليه. هو ما قالش لحد ولا انت قلت لحد. هو انا اللي طلعت السر ده، هو عمره ما اتكلم في الموضوع. نجيب محفوظ ما بعد الحادثة كأنه وحش غرز أنيابه في رقبته من ساعة ما توفيق الحكيم قال له انسى الموضوع، هو نسي الموضوع. هزت نجيب محفوظ. وأنا بقول الحقيقة، أنا ما بكذبش. الحفلة دي بسولها إيه؟ كأنها كابوس وخلص. أعوذ بالله. محفوظ مش بس اسم رنان كده بيشعرنا بالفخر، او زي ما بيقولوا وردة في عروة الجاكيتة بنتباهى وبنتفشخر بيها، لا، هو قيمة حقيقية في عالم الادب، وكل من يتفهمون قيمة الكلمة تحديدا في الادب العربي المعاصر. هو اعاد الاعتبار للادب الحديث، الادب العربي الحديث. هي انه بنته صحيح ان هي لم ترث عنه صنعة الكتابة، ولكنها ورثت عنه الكثير من الخصال الانسانية، زي العزوف عن الأضواء، البعد عن الصغائر، عدم الرغبة في الاشتباك في شجارات واهية. عندها كتير من الخصال الإنسانية اللي ممكن تتشارك فيها مع والدها وتشاركنا في بعض التفاصيل النهاردة. حديث مطول مع ابنة نجيب محفوظ، الأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ. طبعا احنا ما نعرفش لحضرتك اي صوره غير الصوره بتاعه نوبل اللي من 29 سنه، فيعني سنين كتيره مرت على الصوره دي. يمكن دي الصوره الوحيده اللي الناس تعرف فيها شكل الاستاذه ام كلثوم بنت نجيب محفوظ، صح ولا ليكي صور تانية متداوله؟ متهيألي هي دي الصورة. هي دي. نجيب محفوظ قيمته الادبيه كانت معروفه من قبل جائزه نوبل بكتير، مش بس عرفتها الأوساط الثقافية، إنما الناس كانت روايته بتتوزع وبتتباع وبتتعمل أفلام. بس حصوله على الجائزة أكيد غير حاجات كتيرة في حياتكو، علاقة الإعلام بيكو، علاقة الناس بيكو. إزاي عرفتوا عن جائزة نوبل أستاذة أم كلثوم؟
هو ما كانش بيفكر فيها، وكان لما اتسأل قال انه الجايزة ما كانتش لينا، لان كان في عمالقة في كتابة الرواية زي سارتر، يعني كان هو حاسس ان كان في عمالقة في الوقت ده فما كانش بيفكر فيها. وكان في صديق لي سافر السويد تيالي سنة 80 او 81، وقابل صحفي سويدي وتنبأ له بأن نجيب محفوظ هياخد الجائزة في خلال سنتين، وأخدها سنة 88. وزوجته كانت بتترجم زقاق النداء، فهو في السويد حب يبلغ بابايا، قال له أنا عايز أبشرك، يكون أول واحد يبشرك إن في واحد تنبأ ليك بأن أنت هتاخد الجائزة. يعني مجرد تنبؤ كلام، إنما مش معلومة يعني. لا تنبؤ. بعديها الصحف المصرية كانت تقريبا كل سنة تقول انه مرشح للجائزة مرشح للجائزة. فسأل توفيق الحكيم، بس انا مش متذكرة بالضبط ليه قال له ايه اللي قاله له، فقال له ما تصدقش الموضوع ده. يعني توفيق الحكيم قال له ما تصدقش في سبب. لكن ماما كانت بتقول له هتاخد الجائزة، هو كان فاكر بقى ده حلمها، وكانت بتقعد تدعي انه ياخد الجائزة. فمن ساعتها قد يكون توفيق الحكيم بيقول له كده عشان ما يحطش عشم، عشان ما يعلقش امال، ممكن يبقى فهو نسي الموضوع. فكان هو يوم خميس ده الجواب اللي ده جواب بقى عايزه بس حاجه. ومن ساعتها ماما يعني ما نسيتش الموضوع، وقعدت تقول له هتاخد الجائزه، وهو يعني ده جواب ايام بقى ما كنت بتبعته بالبريد، يعني مش بايميل ولا حتى فاكس، يعني سنه 80 31/5/1980 شخص بعت لاستاذ نجيب محفوظ، قال له استاذنا الكبير نجيب محفوظ، يسعدني ان اكون اول مصري يلتقط هذا النبأ العظيم ليبلغه اليك. وبيقول له ان هو التقى بالصحفي فلان وزوجته فلانه اللي يعني بتعكف على ترجمه روايه زقاق المداء، وقال لي، ودي بقى حته تحتها خط، ان نجيب محفوظ سوف يحصل على جائزه نوبل في الادب خلال عامين على الاكثر. هو اخذها 88. يعني الراجل اللي هو قبله ده يا اما عنده تنبؤ حقيقي، او انه حتى من الدوائر المؤثره في نوبل، يعني انه هو من اعجابه بادب نوبل يعني شايف انه يستحقها. انا ما اعرفش، بس من ساعتها يعني ماما يعني كانت بتقول له هتاخدها، وكانت تقعد تدعي له انه ياخدها. فكان في يوم خميس، هو بعد ما توفيق الحكيم قال له يعني انسى الموضوع ومش متذكره ليه السبب، فهو نسي الموضوع خالص. فكان يوم خميس وهو نايم فترة الظهر بعد ما رجع من الأهرام، وكانوا بيتكلموا على الجائزة ومين اللي هياخدها السنة دي، فماما بتصحي جات لها مكالمة أنه أخذ الجائزة. جات لها مكالمة من مين بقى؟ يا إما الأهرام أو وكالة الشرق الأوسط، أنا مش متذكرة. فراحت تقول له، هو افتكرها بقى الحلم بتاعها، قال لها أنت بتصحيني عشان كده؟ قالت له أنت أخذت الجائزة. هو فاكرها يعني ده حلمها او بتهزر، يعني هو ما ادركش انه ده خبر. فقال لها بتصحيني عشان كده وكمل. كمل ايه؟ كمل نوم؟ كمل نوم. وبعدين قعدت تصحيه، فراح اتصل بالاهرام فقالوا له انت اخذت الجائزه. معلش هو نجيب محفوظ كده؟ لا يعني قولي لي، يعني والده كان، يعني نجيب محفوظ كان هادئ الاعصاب للدرجه دي؟ مش هادئ، هو ما كانش يعني، كان فاكرها دعابه يعني، لانها هي من ساعه ما توفيق الحكيم قال له انسى الموضوع، هو نسي الموضوع، هو من الاصل ما كانش بيفكر في الموضوع. يعني كمل الايلوله، هو وبعد كده كلم الاهرام بتهرج، قال لها ما يعني انه هتصحيني عشان كده. وبعدين فضلت تصحيه، فقال لا يتاكد من الاهرام، فقالوا له برضه فضل شاكك، لغايه ما جاء السفير السويدي وقابله بالبيجامه يعني، فايقن وقتها انه ده يعني حقيقي. يعني السفير السويدي جاله بعدها بايام بقى اكيد؟ لا، ولا في نفس اليوم. نفس اليوم عشان يهنيه. انتوا كنتوا بقى في البيت؟ لا كنا في الشغل. كنت اتخرجتي مثلا من استاذه ام كلثوم خريجه الجامعه الامريكيه قسم علاقات عامه وتسويق، اعلام قسم اعلام. كنت في الشغل ساعتها وكل ده حصل في البيت وهم حكوا لكم؟
خبط السفير السويدي اكيد جاي يعني زياره رسميه نجيب محفوظ جاي يهني انه اخذ الجائزه ايقن انه ده مش تهريج يعني وبعدين بس عمل المقابله مع سفير بالبيجامه عادي يعني يتهيأ لي غير لبس البدله وبعدين بعد كده مش عارفه راح الاهرام او راح يشكر في السفاره فوانا راجعه لقيت الرصيف كله مليان ناس والبيت كله منور واتخضيت افتكرت حصل له حاجه لغايه ما دخلت لقيت البيت كله مليان ناس وكانت ماما في شويه توضيبات في البيت فالبيت مبهدل وناس يعني اتخضيت بس لما شفت شكل ماما هديت يعني عرفت انه وبعدين قابلت كان حد بيدرسني في الجامعه فقال لي باباكي اخذ الجائزه فدخلت عشان المكتب قال لي احنا مستنيينه هنا هو ما كانش موجود وفضلوا في البيت فاكرين انه هيرجع طبعا هو نفس الروتين هي دي الليله اللي بيقابل فيها الحرافيش فراح على كازينو قصر النيل عادي رايح عادي هم فضلوا يعني منتظرين هو ما غيرش في جدول يومه يوم ما خبر ولا في الايام اللي بعد كده بقى يخرج الصبح يتمشى يعني نفس لا يعني بس برضو يعني يوم الخبر برضو له هيبة يعني ما حاولش حتى يقعد يتدبر وطبعا الإعلام كله كان هناك عنده هو راح يقابل الحرفيش أصحابه وكلهم قعدوا في البيت لغاية ما افتكروا بقى أنه ده اليوم بتاع الحرفيش فجريوا على كازينو قصر النيل وأكمل سيناريو يومه عادي جدا طبعا بقى في صحفيين أجانب جم من بره وقعدوا في البيت بقى ينتظروا لما يرجع بس هو ما كانش بيسمح أنه أنتوا يعني أنتوا كأسرة ما كنتوش بتسمحوا أن البيت يبقى منتدى هو البيت للأسرة والبني أدمين وللعيلة بس يوميها بقى كل القواعد انهارت والأصدقاء والأقارب وكان الوحيد اللي بيجي البيت من أصدقاء بابايا كان الله يرحمه أنكل ثروت أبازة هو الوحيد اللي كان ممكن يجي في أي وقت غير كده لا يعني بيتكم مش يعني مش عبارة عن صالون أدبي أو ثقافي لا هو بيت أسري هادئ هو كان بيشتغل في البيت الكتابات كلها في البيت فكان إزاي هيقابل ناس وهو يعني ده كأنه مكان عمل الكتابات كلها في البيت الخلاصة إن الوطن العربي كله جاله حالة من القلق والانتباه والتغير بسبب خبر فوز نوبل الفوز بجائزة نوبل إلا نجيب محفوظ هو اللي يومه مشي عادي جدا وما فيش حاجة اتغيرت حتى في نفس اليوم والأيام اللي بعد كده كان وقت ما بيخرج يتمشى عادي ونفس السيستم زي ما هي ما فيش حاجة اتغيرت لا يعني طب هسأل حضرتك سؤال مختلف يعني مثلا ما قالكوش أنا هاخد جائزة نوبل مثلا هفسحكوا في فسحة هجيب لكم هدية يعني ما هو برضو حتى على المستوى الأسري كان ممكن يبين أنه فرحان لأولاده عمل حاجة كده لا زي ما هو يعني نفس الطريقة طيب أستاذة أم كلثوم مش هو ده الاسم اللي هي يعني بتتنادى بيه من صغرها يعني حضرتك وأختك الله يرحمها لكم أسماء تانية بديلة يعني برا التصوير أنا بقولها أستاذة هدى وأخت حضرتك كانت بتقول لها فاتن فأنا مش عارفة ليه الفرق في الأسماء اللي حصل دي الأسماء عندك. اللي ماما اختارتها يعني كانت عايزة تسميني نور الهدى عجبة الاسم فلما قالت له قال لها لا بقى نختار أم كلثوم يعني هو فاكر أنه عجب يعني بتحب نور الهدى فاختارت أم كلثوم فلما قال كمال الملاك قال له بس اسمها الحقيقي فاطمة فسمى فاطمة وبرضو اسم والدته اسمها فاطمة فبقى أسماءكم الرسمية فاطمة وأم كلثوم إنما أسماءكم المدنية فاتن وهدى بس أنا يعني دايما بنستعمل هدى وفاتن حتى في الشغل يعني أنا معظم شغلي كان مع أجانب وكان أسهل لهم إنهم هدى يعني فاستخدمت هدى الحقيقة إن أستاذة هدى أو أستاذة أم كلثوم كان عندها حرج وشاركتنا فيه واحنا بنرفع عنها الحرج لانه يعني ما فيهاش اي حاجه كان عندها حرج بتقول انا عندي حساسيه من الضوء ومضطره البس نظاره شمسيه هي طبيه كمان
تهيألي ان انا زي بابايا برضو كان بيلبس النظارة الغامقة في الاضاءة. كلنا يعني مقدرين معلش. وبالعكس يعني وجودك في حد ذاته يشرفنا يا استاذة هدى. بعد الفاصل هنرجع للأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ. تعرض عليه أنه يرفض الجايزة وقعدتوا تدوروا على أي حد بقى يستلم الجايزة دي. ما حاولناش نتكلم في الموضوع ده تاني. أنا في إيدي كراسة تقدر بالملايين والحاجات كان بيرميها وماما كانت تلمها من سلة المهملات. كانش معرف حد أنه هو متجوز ومخلف. قال لنا أنتوا كنتوا ساكتين اسكتوا. ده راجل عارف هو عايز يقول إيه للعالم. بيقول أنه لازم يتقتل. قرار الأسهل بالنسبة له هو الاستسلام. أنا طالعة بقول الحقيقة وده شيء مش عاجب. وجودك في حد ذاته شرفنا يا أستاذة هدى. الجائزة كان في أكتوبر، تسليم الجائزة في ديسمبر. في فترة كبيرة ما بين الإعلان عن الجائزة وتسليم الجائزة، ودي الفترة اللي حصل فيها مناقشات خلينا أقول عائلية وبرة العائلية كمان. إزاي نجيب محفوظ هيستلم الجائزة؟ هيسافر إزاي؟ هيعمل إيه؟ دي نقاشات أكيد أخدت وقت كبير أو مساحة من مناقشاتكم العائلية. أستاذة هو طول عمره بيكره السفر، ما بيحبش يسافر. فماما وقتها قالت له طبعا هتسافر. قال لها لا يعني فتخضينا ان هو برضو مش هيسافر. فقلنا مدام هو مش هيسافر احنا مش هنسافر، بس هو كان عايزنا احنا يعني ننوبه يعني نروح بالنيابة عنه. يعني هو قال لكم انا مش عايز اروح بس عايزكم انتوا تروحوا. وحاول معانا بس لقينا ان احنا هايبين الموقف وهو كان حنين قوي فصعبنا عليه. ماما كانت تقول له لازم معلش وانتوا هايبين الموقف ليه مش عايزين تروحوا حفل لانه يعني هنبقى على اون ستيج ودي حاجه بنكرهها ونتصور يعني كل حاجه احنا بنكرهها هنعملها في اليوم ده. فما انتوا ما بتحبوش الكاميرات ولا الاضواء ولا الزحمه ولا اي حاجه. فده السبب يعني هحاول معانا فصعبنا عليه غالبا. وبعدين حاول هو وماما انه يختاروا حد ان يروح. طب معلش وانتوا تقبلتوا بسهوله كده لما قال لكم لا مش هروح يعني برضو ما ممكن احنا اتخضينا وسكتنا يعني قالت له يعني المره دي هتروح قال لها لا كلنا اتخضينا. ايوه ما تحايلتوش عليه دي حاجه مختلفه عن اي حاجه تانية. كانت في اصدقائه بيحاولوا يقنعوه انه يروح بس هو سمعه ضعيف وما بيشوفش كويس. يعني وقتها كان يا التايم او النيوز ويك كانت بتصفه للقارئ بتقول هو تقريبا ما بيشوفش وما بيسمعش فما كانش عايز يتحط اكيد في حاجه. كان الدرجات دي هو كان ساعتها كان كام سنه؟ 77 وعنده السكر فاثرت على حاسه البصر. كان ممكن يقرا على حسب بقى حجم الكتابه يعني وكان السمع مش وحش قوي كنا ممكن نقرب جنب ودانه ونكلمه من غير ما نعلي صوتنا. بس كان لسه بيكتب كان لسه بيكتب. يتهيالي هو توقف عن الكتابة يعني قبل نوبل بسنة مش بكتير. يعني سنة. يعني لحد خبر نوبل كان له كتاب قبلها بشهور موجود يعني
هو كان اللي جواه انه عايز كنتوا تسافروا وانتوا قلتوا لا مش هنسافر، فبرضه استسلم وما ضغطش عليكم. يعني حس ان احنا هايبين الموقف ومش عايزين نروح. لا هو حاول يقنعنا بس كنا رافضين، كنا عايزين نسافر معاه مش نروح لوحدينا. وبعدين اختار سفير مصر في السويد واترفض العرض، العرض ده لانه هي حاجه خاصه. ف يعني يعني بعد ما الاسره اخذت قرارها او قرار المبدئي انه لا نجيب محفوظ مسافر ولا بناته هيسافروا ولا عارفين يختار هو وماما حد ينوب عنه، فراح هو قال ايه خلاص خلوا سافرنا في السويد ياخد الجايزه. نوبل رفضت. رفضوا لانها حاجه خاصه، مش قصدك حاجه مش حكوميه، حاجه مش رسميه، مش حاجه حكوميه. هم رافضين اي حد يكون في منصب رسمي يعني. ايوه. وبعدين كان سكرتير نوبل للآداب كان موجود في القاهرة ومعاه السفير المصري في السويد والأستاذ محمد سلماوي، كان وقتها بيشتغل في وزارة الثقافة، فاختاروا بالصدفة. يعني الأستاذ سلماوي قال لنا أنا لقيت حد يعني شكله كويس وبيعرف لغات وهو اللي حيروح، فخلاص ارتحنا انه توصلنا الحل ان في حد حيروح. يعني انت بتكلميني يا استاذه هدى وكانه حمل تقيل عليكم. يعني ما احنا يعني الحقيقه الحكايه دي مش اكيد ما تتكررش كتير. يعني الناس كلها تحب تتقدم عشان هي اللي تستلم الجائزه، انتوا العيله كلها الاب بالابناء ما كانش عندكم اي رغبه؟ لا احنا كنا نسافر معاه مش نسافر لوحدي، احنا مش عايزين نكون في ال يعني انتوا عايزين تروحوا تتفرجوا انما ما تستلموش الجايزه. مش في الواجهه، احنا نبقى مستخبيين. وقعدتوا تدوروا على اي حد بقى يستلم الجايزه دي؟ ما توصلوش لحاجه. وبعدين بعد كده كان الاستاذ سلماوي، اولا الكل عارف انه مش اصدقاء وكان لسه في اول طريقه في الدنيا، هاجت كل واحد شاف انه من حقه ان هو يسافر بدل نجيب محفوظ. من اصدقاء نجيب محفوظ قصدك؟ او من الوسط الثقافي، كان في ناس عايزه تروح يعني بداله. حتى في ناس راحت للطيران قالوا ما دام هم مش مسافرين ادونا التذكره اللي ببلاش. ناس ايه؟ ناس يعني من المعارف؟ لا ناس قالوا ما دام هم مش مسافرين احنا ناخد التذكره. يعني مصر كلها كانت طمعانه في تذكره نوبل او يسافروا. يعني الناس بتتخانق على حاجات مش طب وانتوا كنتوا بتسمعوا الكلام ده بيوصل لكم صح؟ قالوا لنا انتوا تعبتونا. طب وتعليق نجيب محفوظ عندك كان ايه؟ لا ما هو مش فارق معاه. ده كان استغناء ولا مش عارفه يعني برضه مش بيحب السفر يعني. ممكن ما يسافرش بس يبذل مجهود في انه يقول مين اللي هياخد الجايزه. يعني ممكن ده يكون هو كان عايزنا احنا نروح. و ايه اللي خلاكم تغيروا رايكم؟ هي 10 ايام قبل بقى السفر في حد ادعى انه حينوب عن نجيب محفوظ وراح للسفاره السويد، فالسفاره كلمت ماما قالوا لها الخبر ده صحيح، فماما اتضايقت بقى لان هي كانت شايفه ان احنا لازم نروح، فقالت لهم خلاص بناتي هم اللي هيروحوا. واتصلت بيا في الشغل قالت لي تعالي حرم السفير جايه وانتوا خلاص مسافرين. طبعا انا يعني اتخضيت. يعني سفركم لستوكهولم كان بفرمان من الام لما حست انه في ناس ممكن يعني راحت للسفاره وادعت انها احق بالسفر فبلغتكم بقى انتوا كده هتسافروا وتاخدوا جايزه الوالد. وده كان في 10 ايام فقط. روحت لقيت حرم السفير وكان بالصدفه في حد من الخارجيه موجود وسكرتيره السفير، فقعدنا نتكلم ايه اللبس اللي هنلبسه. يعني احنا 10 ايام بس ما فيش ما هو السواري والحفله دي يلبسوا لها ايه يعني؟ يا اما سواري او الزي القومي. فالحقيقه سكرتيره السفير قالت ما نجيب لبس من عند شهيره محرز، فاتبسطوا من الفكره. لبس تقليدي مصري.
فاتصلت بيها ورحنا احنا الثلاثة يعني. واللي اختارت الحقيقة اللبس هي اللي من الموظفة، هي كانت سكرتير تاني اسمها جونيلا. May I ask you, Miss Najib Mahfouz, يدعو and you, Miss المستر Mahfouz, to step forward to receive from the hands of His Majesty the King on behalf of your father, Najib Mahfouz, the Nobel Prize for Literature 1988. وقد وقفت الآن للتقدم لتسلم جائزة نوبل للأدب من يدي الملك كارل جوستاف 16. تتقدم أم كلثوم وفاطمة، ويحاول جلالة الملك مداعبتهما، ويسلم الآن على أم كلثوم وعلى فاطمة، وأعطاهما الجائزة. وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ، هنيئا لابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية، هنيئا لمن رضع لبانهما وتغذى على آدابهما وفنونهما، فأنتج لنا أدبا استعاد للعربية عالميتها وللعروبة مصداقيتها. أكتر حاجة كانت قلقاني الحفلة دي، حتى تاني يوم نسيتها يعني. هو العشاء مع الملك والملك؟ لا العشاء أوكي يعني مش مشكلة، لكن أن أنا أبقى على المسرح هنا واتصور ده كان شيء مضايقني، لدرجة تاني يوم حد بيقول لي صورك في كل حتة، فأنا فعلا نسيت. قلت له ليه يعني؟ كنت نسيت خالص الحفلة دي يعني، كأنها كابوس وخلص. أعوذ بالله. كانوا هما في ستوكهولم ومحدش داري باللي بيهم في عقلهم وفي قلبهم، ان هما مرتبكين وخايفين وحاسين انه في عبء عليهم وهم جوه الحفلة. انما نجيب محفوظ كان هنا في القاهرة، كان قاعد قدام شاشة التلفزيون وهو بيتفرج على مراسم الحفل اللي فيها بناته، اللي هو كان سعيد ان هما اللي بيستلموا الجائزة مش هو. اللقطة دي لقطة صحفية عظيمة جدا اتخذت له، والحفلة بتتذاع، واكيد انتوا شفتوها بقى بعد ما رجعتوا. شفتها بعد ما رجعت. ده كان في البيت ولا في الاهرام؟ ده في البيت. في البيت تهيألي. استلمتوا يوميها، اخدتوا شهادة التقدير اللي هو بعد كده اتصور بيها والميدالية. وبعدين بعد كده كلنا وقفنا صف، واعضاء يعني العيلة المالكة كلها كانت بتسلم علينا واحد واحد، وبعدين كان في عشاء بعد كده. والتاني يوم كان في الملك عامل عشاء. طيب في الجزء المادي او القيمه الماليه لجائزه نوبل، انتوا اللي استلمتوها ولا لا جت بعد كده بتحويل بنكي او حاجه؟ تحويل بنكي. طيب هي كانت كام بقى سنه 88؟ هي كانت مش فاكره بالظبط، بس عندي اقل 300. من كانت 300 وحاجه وشويه، بس على بال ما جاي ياخد يحوله الفلوس كان في فايده انضافت، فقالوا له انه المبلغ زاد. 330 الف دولار سنه 88 وصلت لكم ازيد شويه. بس بقى سنه 88 شوف بقى الدولار كان بكام؟ كان بثلاثة مثلا ولا باثنين؟ كان حاجه مش كتير. مش كتير يعني اللي يضرب بقى، اللي عايز يحول جائزه نجيب محفوظ بسعر النهارده هو الحقيقه ابعد ما يكون عن الواقع. 88 كان الدولار حاجه بسيطه، مش عارفه بكام، بس يعني اكيد كان قليل جدا. جائزه قيمه بس ما تتحسبش بقيمه النهارده. فكرتوا في القيمه الماليه للجائزه يا استاذه هدى؟ هو قسمها علينا بس هي زادت، لانه اتقسمت بالتساوي. انا ما اعرفش، متهيالي وصلت ل 400، فكل واحد اتقسمت علينا، وهو نصيبه خلاها زي وقف، والريع بتاعها يروح لاعمال الخير ويتوزع عن طريق جريده الاهرام. المعلومات دي مش متداوله يا استاذه هدى. لا يعني ممكن ان هو الجزء اللي اختص بيه نفسه من الجائزه، انه ريعه كان بيطلعه لاعمال خيريه. لا ما اعرفش ده ما بيتقالش كتير، ولا احنا اللي ذاكرتنا احنا اللي عايزينها تبقى ضعيفه.
لا كان معروف وقتها بس يعني اتنست. طب تفتكري اول ريع للوقف ده او للوديعه دي كانت لايه؟ ايه مشروع خيري؟ هو خصصها لفلسطين. خصصها تروح لفلسطين. كانت اياميها الانتفاضه صح؟ مش هقدر اتذكر. هقول لك ليه. فلسطين يعني اختيار واضح انه منطقي جدا في الاجواء دي، لانه اللي يرجع لكلمه نجيب محفوظ اللي سلمها لجائزه نوبل كان بيتكلم فيها عن فلسطين وعن المظلومين في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه. ده كان جزء من الرساله. خليني اقراها. ليه بنقف عند الجواب يا استاذه هدى ولكل الناس؟ عشان في ناس يعني محترفه في المزايدات، في ناس يعني كمان ساعات بتصطنع بطولات غير حقيقيه. الراجل ده الاديب العظيم ده، الاديب المصري العربي ده، يوم ما دانت له جائزه نوبل ادى كلمه درس ليهم ودرس لينا. وكان حتى في ناس قالت الكلمه دي مش هتتقال، لانه اتكلم وفي الوقت ده. واكيد حضراتكم تقدروا تعرفوا اللوبي الصهيوني والاسرائيلي في العالم ممكن يكون يتدخل لاي درجه. في هذا المحفل العظيم اتقال على لسان نجيب محفوظ كلام مهم جدا له علاقه بالقضيه الفلسطينيه، وقال نصا. هذا الرجل بيتكلم على نفسه، بيقول انا قادم من عالم ينوء تحت اثقال الديون، يهلك منه أقوام في آسيا ويهلك آخرون في إفريقيا، وهناك في جنوب أفريقيا ملايين المواطنين قضي عليهم بالنبذ والحرمان من أي حقوق للإنسان. وبيتكلم وبيقول في الضفة وغزة أقوام ضائعون رغم أنهم يعيشون فوق أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، هبوا يطالبون بأول مطلب حققه الإنسان البدائي، وهو أن يكون له موضع مناسب يعترف لهم به. فكان جزاء هبتهم الباسلة النبيلة رجالا ونساء وشبابا وأطفالا تكسيرا للعظام وقتلا بالرصاص وهدما للمنازل وتعذيبا في السجون والمعتقلات، ومن حولهم 150 مليونا من العرب يتابعون ما يحدث بغضب وأسى مما يهدد المنطقة بكارثة. ده راجل عارف هو عايز يقول إيه للعالم. هو مش واحد فرحان فرحة فيها سذاجة بالجيد. هي في حاجة كان قالها إنه اتعرض عليه إنه يتنازل على يعني يرفض الجائزة، فلما رفض قالوا له لو انت محتاج الفلوس هنديك الفلوس بس قول ان انت تنازلت عن الجائزة، فرفض. هو عمره ما كان عنده ازدواجية، يعني اللي بيؤمن بيه يعني هو يعني ما فيش ازدواجية في حياته، ما فيش كذب. مين اللي اقترح عليه انه يرفض الجائزة؟ يعني حد عربي. شخصية ثقافية ولا شخصية سياسية؟ هي دولة، أنا مش هقدر أقول، بس يعني كان ممكن يعمل كده ويبان إنه بطل أو حاجة. هو ما عندوش ازدواجية يعني قرار قبول الجائزة نفسه كان يعني في لغط وكان في أخذ ورد ومراسيل وكلام من ده يعني. وبعدين ما اعرفش ان كانت قال هو ما اخدهاش عشان اولاد حارتنا، دي بحب اوضحها، هو اخدها على مجمل اعماله، وكانوا ذكروا 5 روايات منها اولاد حارتنا يعني في الثلاثيه. يعني هو بيعتقد ان الثلاثيه هي السبب في انه اخد الجائزه، انهم اجمعوا ان هو ياخد الجائزه. الجيل بتاعنا كله كان بيعتبر نفسه جيل مؤسس لشت أدبي جديد وزرعه في تراثنا العربي، طبعا له أصوله
عندنا الفريدة وليلة وعندنا المقاهي والأغاني وكل الحاجات، لكن في شكل حديث عاوزين ننال الاعتراف الكامل على المستوى الشعبي والرسمي. العملية في ذاتها عملية محلية، انك تغرس حاجة جديدة في بيتك دي عملية محلية. تمام. لذلك ما تصورناش ابدا لنا ولا المرحوم عبد الحميد الصحاب ولا بكثير ولا محمود البدوي ولا صلاح طولي ولا يوسف جوهر ربنا يطول عمره ان العملية دي لها شأن للعالم، وانما دي واجبنا هنا وعكفنا عليه سنة بعد اخرى. يضاف الى كده ان لقينا ان اللي بيسموها جايزة نوبل مقترنة باسماء، انا طول فرانس، برنارد شو، توماس مان، حاجات يعني ما يصحش نفكر فيها خالص، لا احنا ولا استاذتنا مش كده. لذلك خرجناها عن محيط املنا. يمكن تفسير اللي حصل ان اغلب جيلي رحل الى جوار الله، ربنا من علي بطول العمر، استمريت في الشغل، خرجت وانا لا ادري عن طور التأسيس لطور الانطلاق اللي كنت مقدر ان اللي حيقوم بيه جيل اخر، فحصل اللي حصل. جميل. قبل الجائزة وقال الكلمة اللي هو يرتقي ان هي صح تتقال في المحفل ده. بعد الفاصل هنرجع للأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ وحديث وتسجيلات للكاتب والأديب العربي العالمي محفوظ. كان عندي إحساس بالخوف عليه، مش عارفة ليه. انتوا عارفين ان هو مخبي كمية حاجات كيدية بينزلها وبيقولها، مش ممكن. أدب نجيب محفوظ خدم السينما، اعتبروها انها قصة عن العوالم. الكلام ده اتكرر عليكم كتير يعني. حاسة انها حاجة مهينة انهم بيدفعوا كل حاجة. حادثة اعتياد، في ناس كتيرة متورطين في الموضوع ده. بنات نجيب محفوظ ده عشيات كأنها كابوس وخلص. أعوذ بالله. عمل سينمائي ودرامي استطاع بهم نجيب محفوظ أن يدخل شخصياته إلى وجدان الشعب العربي. تركيبة البشر، القاهرة القديمة، الحارة، اختلاف الأجيال. بكرة قاسم بيسكتها بشوية مجوهرات يكتب لها كم فدان، ومفيش اي جريده هتتجرأ وتكتب الخبر. مش ممكن هيجرالنا حاجه ابدا. بكره يقعد سنه او سنتين في نادي محمد علي، وقليل ما عملوا له مظاهرات ورجعوه بطل رئيس وزاره. صحيح ان الافلام لم تكن دقيقه في نقل الروايات، ولكنها صنعت عالما خاصا. مثلا الثلاثيه. الثلاثيه اول ما جت لي فكرتها كنت قاري رواية طه حسين شجرة البؤس، هي قصة أجيال، اتأثرت بيها وأعجبت بيها جدا. وأنا فاكر إني كنت بتكلم عنها مع المرحوم عبد الحميد الصحاب، وقلت له أنا نفسي لما أخلص من سلسلة الروايات اللي في ذهني، معرفش يوميها كنت وصلت لفين، اني اكتب قصة اجيال. الشخصيات النساء والرجال كانوا كتير جدا، فاضطريت اعمل لهم ارشيف عشان ما توهش.
يعني حوالي 50-60 شخصية، فبقى كل شخصية أعمل لها زي ما تشوف أرشيف، المولد إيه وفي سنة كذا بقى عمره كام، صفاته الجسمية إيه لحسن، يطلع لك في جزء بصفة وتلاقيه بصفة تانية. يعني تعبتني في التخطيط من الزحمة بتاعتها. أنا غلطت يا سيد، سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت وأنا راجع المقطر حصل. يعني خرجت يا أمينة؟ أيوة يا سيد سيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير أمر؟ أبدا يا سيد سيد، ده أول مرة وحياة الحسين يا سيد سيد. اخرسي. لم تبدأ علاقة محفوظ بالسينما كمؤلف، ولكنها بدأت ككاتب سيناريو لأعمال لا تخص إطلاقا، زي الفتوة وأنا حرة والمنتقم. 1-17,000 جنيه عند هريدي بيه. 2-17,000 جنيه. كان عندنا في كلوب المصري سينما تعتبر من أقدم السينمات في مصر، اللي هي سينما الكلوب المصري. شفنا فيها أفلام بقى رعاة البقر وشارل شابلن، ماكس ليندر وماشيست، وحبينا السينما حب لا يعلى عليه. وفضلت من المغرمين بالسينما لغاية سنة 47 أو 46، فأصبحت وأنا لا أدري من المشتغلين به. لما استدعاني الأستاذ الكبير صلاح بصيف عشان أشتغل معاه سيناريو زواج عنتر وعبدة، كنا بنجتمع أنا وهو والسيد بدير 3 مرات في الأسبوع. أستاذ نجيب تقوله الميعاد الساعة 6 إلا 5 يكون قاعد على الكرسي مستنينا. تعزم عليه بسجارة؟ لا، ليه سجارته الخاصة، ويبص في الساعة يعني يشربها امتى، مش على طول كده. فنجان قهوة هلم جرة، لكن كان يوم الخميس يحب ينفرد لوحده. وقعدنا 6-7 أشهر لغاية ما طلع جعلونا مجرما وقريناه وكتب خلاص على المكنة وميرسي قوي وقرفار متشكرين يا أستاذ نجيب، وقد فلوسه. لكن لقيته في آخر يوم حاطط في الظرف 100 جنيه اللي هو خدهم منه. قلت له ايه يا أستاذ نجيب، يعني المبلغ قليل لأن المدة طالت؟ قال لي لا بالعكس، أنا تعلمت منكو ومن الأستاذ سيد بدير ما هي عملية السيناريو، فأنا لو عندي فلوس أدفع لكم أكتر، لكن اللي الدكتور لازم تاخده، وأقصى من يرد الفلوس. بعد فترة طويلة التفتت السينما لنجيب محفوظ كمؤلف، وأخذت 27 رواية وقصة قصيرة حولتها إلى أفلام. مهمة الأديب بتنتهي عند كتابة الكتاب. أما تيجي السينما تطلب كتاب، طبيعي إنها بتنتقل من إيد الأديب اللي كتبه إلى إيدين ناس مختصين بفنهم الجديد وبوسيلتهم التعبيرية الجديدة اللي هي السينما. الوسيلة الجديدة دي لها مقتضياتها، فهي لا تستطيع مثلا إنها تترجم الكتاب ترجمة حرفية، وإنما لابد إنها تصبه في قالب سينمائي، فتحول كتاب مثلا بتاع 600 صفحة لفيلم بتاع 2 أو 2.5 ساعة، ويكون هذا التعبير بالصورة. إيه الحكومة ما وراهاش إلا التقرير؟ كل واحد يخاف المسؤولية يكتب تقرير. طب هنعمل إيه بالتقرير دي كلها؟ لازم في حكمة في كده. حكمة بقى إن مادام بنكتب تقارير يبقى هنحتاج ورق. من أهم أفلام بداية ونهاية، الرواية التي لها قصة يرويها بنفسه. جمدت وشي وطلبت سلفة تانية من فريد أفندي، والراجل ما تأخرش. ربنا ياخد بيدك يا حسين. لحد ما ياخد بيده مش عارفة بقى هنعيش إزاي ونتصرف إزاي. بداية ونهاية بالذات لها تجربة غريبة جدا، انها كانت شخصية يعني عيلة. انت عارف المصريين الفهلوية، فدايما يعملوا علينا فهلوية،
ففكرت اكتب عنهم قصه كوميدي. وبعدين لما ابتديت والله يا استاذ افكر، لقيت ان في الواقع حياتهم مش زي ما بتبدو لي كوميدي وفهلويه، انها ماساه. فانقلب الرغبه في الانتقام الى عطف شامل، وكتبت عنهم روايه. الغريبه انا عملت الروايه احتجاج على العذاب اللي عانوه في حياتهم، ولذلك النهايات جت كاحتجاج لهذا العذاب. قصه بدايه ونهايه اغرت السينما العالميه وانتجت في فيلم اسباني شهير. Tengo que salvar a los otros. ¿Quién lo iba a decir? رواية زقاق المدق اللي أخدتها السينما المصرية في الستينات، السينما المكسيكية أخدتها في التسعينات، وكان فيلم من بطولة سلمى حايك، عرض في المكسيك وأستراليا وأمريكا وحصل على جوائز كثيرة. Ni te conozco. Ay, no seas más de 15 años. ¿No te acuerdas cuando nos casamos en la kermés? Era una escuela babosa. أجمع المؤرخون والنقاد أنه من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، يتربع حوالي 20 فيلم مأخوذة من قصص نجيب محفوظ. أي أن قصص نجيب محفوظ لها نصيب الخمس من قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. دايما لما بنتكلم على أدب نجيب محفوظ وعلاقته بالسينما، دايما بنقول إنه زي ما السينما خدمت أدب نجيب محفوظ، أدب نجيب محفوظ خدم السينما. يعني كانت منفعة متبادلة، هو إدى تقل وقيمة لكتير من الأفلام السينمائية، وهي كمان شهرت الأعمال الروائية وخلت الناس تقرأ زيادة. إنما بقى النقطة اللي أنا كنت يعني مهتمية أن أسمع عنها أكتر، انت حاسه انه الناس اللي ما بيقروش كونوا وجهه نظر عن ادب نجيب محفوظ من السينما، وهي وجهه نظر مش صح. زي الثلاثيه، يعني اعتبروها انها قصه عن العوالم، وهي هي جزء بسيط جدا من روايه. انا فاكره كنا قاعدين، احنا كنا دايما بنقعد معاه في وهو بيكتب، يعني بنبقى احنا بنذاكر او بنعمل حاجه، فلقيناه بيضحك. جواب جاله قال له ازاي تكتب عن المبادئ اللي هي لما كان بيكتب مقالات وانت بتاع العوالم. فقعد يضحك، كنا صغيرين لقينا بيضحك وبيقول لنا على الجواب. ما كانش بيتضايق؟ لا اكيد بيتضايق، بس هو بيضحك يعني من الكلام. يعني ده جزء بسيط جدا في الروايه العوالم. الثلاثيه دي بتتكلم على اجيال كتيره، بتتكلم على زمن، بتتكلم على طبيعه بشر، بتتكلم على حاجات كتيره جدا. يمكن حسن الامام المخرج حسن الامام كان مهتم اكتر بالجزء اللي له علاقه، فده اللي بان في الفيلم. هم اعتبروا ان الثلاثيه عن العوالم، يعني هي روايه عن العوالم. انت اعترف، قولي مين ملكة العوالم، جليلة ولا زبيدة؟ جليلة. ومين سلطانة الطرب، جليلة ولا زبيدة؟ جليلة طبعا. جليلة طبعا. لو ما بنتكلم على الست أمينة، دايما يسألوا علاقة نجيب محفوظ بأسرته، كان هل هو السيد ولا لا؟ الكلام ده اتكرر عليكم كتير بالتأكيد. بس انت شرحتي لي وقلتي لي، انت شرحتي ان وضع اسرتكم كان مختلف بالتاكيد تماما عن تخيلات الناس دي. هي مامته كانت بتخرج، بالعكس هي حببته انه يروح المتاحف والحضاره المصريه القديمه، كانوا بيروحوا المتحف. يعني دي مامي. دي زوجته. ايوه. وعلاقته بوالدتك؟
هو كان أصغر إخواته، كان في فرق كبير بين إخواته الأولاد، هما 3 أولاد وأربع بنات، وهو يعني كان طفل وحيد عشان الفرق السن الكبير، هما اتجوزوا وسابوا البيت، وحتى أولادهم بقى في فرق بسيط بينه وبينه يعني. فعرف قيمة الصداقة لأنه كان طفل وحيد، كل اخواته كبار، وحيد ومدلل ولا كان قريب قوي من والدته يعني. فين الصورة دي يا استاذة؟ ده كانت ليلة إعلان الجائزة، كانوا الصحفيين الأجانب جم من بره وانتظروه في البيت، انتظروه لغاية ما يرجع من الكازينو، من مع الحرافيش، كازينو قصر النيل. فوجئ ان في ناس في البيت وطلبوا مننا ان نبوسه. دي كانت تقريبا الساعة 1 الصبح او 1:30 حاجة كده. سيسورة حلوة. طب عايز اسأل حضرتك سؤال، لانه من زي ما بيقولوا الاشاعات او الكلام اللي بيتردد، وممكن اكون متحرجة شوية اني اسأله، يعني قرينا وسمعنا من ناس او من اجيال قبلنا انه هو زواجه من والدتك وولاده كان اشبه بالسر اللي في حياته، يعني ما كانش معرف حد ان هو متجوز ومخلف، ما كانش حد يعرف ان هو له اسره، كلهم كانوا بيتعاملوا معاه على انه اعزب وهو كان مخبي. والناس قالت بقى الفت، او الناس قالت اسباب كتيره ان هو يخبي. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو كان مخبي على والدته لانها كانت اتفقت، انا مش عارفه مين في العيله يعني، يا عن طريق الجده او الجد، هم قرايب ناس من الفيوم اقطاعيين، فكانت عايزه تجوزه قريبه سريه، وخافت انه حد يتجوزها ويضحك عليها، وكانت الاسره اسرتها موافقه وهي موافقه واتفقت معاهم، فكان عشان كده. وهو كان رافض الزواج من الفتاة دي، وبعدين رفض أكتر لما هم قالوا هيتكفلوا كل حاجة، الشبكة والمهر وكله، حس إن حاجة مهينة جدا، فخبى على والدته لأنه يعني كانت هتغضب. يعني فعلا هو كان مخبي إنه متجوز ومخلف لفترة قليلة، بس أخوه كان عارف، الأخ الوسط كان عارف واحتفل بيهم. طب وانتوا كنتوا عارفين ان هو مخبي، ولا دي كانت فترة طفولة جدا يعني متدركوش؟ لا يعني حتى هو اول ما اتجوز ما جابوش اطفال، قعدوا فترة على بال ما يجيبوا اطفال، ما اعرفش، بس ماما قالت لي انه كمال الملاخ سأله سميت بنتك ايه، قال له ام كلثوم على المغنية، قال له بس هي اسمها الحقيقي فاطمة، فمعنته انه في حد عارف يعني وسمى التانية فاطمة، برضو اسم والدته فاطمة، يعني هم اصحابه، فيعني معنته انه في ناس كانت عارفة يعني. امال يعني ما اعرف، يعني بيقال انه اصحابه ما كانوش عارفين، وبالتالي احنا قرينا ده بعد الوفاة، فما اعرفش، بس هو خبى على والدته، بس اخوه كان عارف واحتفل بيهم وقالوا لها بسرعة، ما أخدتش فترة طويلة، بس يمكن يعني ما أعلنوش لبقية الأسرة أو يعني لمية. السبب في أنه أبقى الجواز سري زي ما تحكالك أنه والدته كانت متفقة مع أسرة تانية على عروسة تانية وشبه، هم من قرايبهم الفرع الغني يعني، فكان بالنسبة له مش عايز مهينة والدته تعرف يعني. حس أنها حاجة مهينة أنهم بيدفعوا كل حاجة. طيب ده ما حسسش والدتك أن هي في الظل السنين طويلة، ولا عمرها ما فكرت؟ أخوه كان عارف وعرف يعني عرف، ما قعدوش لفترة طويلة خبيين على الوالدة. في جزء للوالدة، فكريني باسمها، السيدة هي برضو، احنا كلنا عندنا الأسامي الرسمي غير الشهادات، هي والدها سماها عطيات الله، بس اتكتبت غلط عطيات، فهم فاكرين الناس انه اسم الشهرة عطيات الله. هي اوقات كانت تقول الاسم اللي اختاره والدها ليها، وبعدين اوقات تستسلم وتقول الاسم اللي في شهادة الميلاد. يعني هي اسمها الحقيقي عطية الله.
اتكتبت زي ما في اسماء كتيره ممكن تكتب غلط. اوقات كان بتستسلم للاسم اللي مكتوب في الشهاده واوقات كان بترفضه، ده مش الاسم بتاعي. خلينا نشوف السيده عطيه الله زوجة نجيب محفوظ. اتجوزنا على حب وهو الحقيقه زوج مثالي واب مثالي، يعني هو بيحترم ارائنا وما بيرفض لناش اي طلب، يعني مش سي السيد، هو بعيد كل البعد عن شخصيه سي السيد. انا كنت دائما مع المراه وحقوقها لاني مع حقوق الانسان عموما، فلا يمكن اكون مع حقوق الانسان واحرم نصف البشريه من هذه الحقوق. فانا مع المراه في حقوقها من حيث التعليم ومن حيث العمل ومن حيث جميع المزايا اللي يمتاز بيها المواطن في المجتمع الحر. أود بالنسبة للست إني أوجه لها الشكر على تحملها حياة الرهبنة معي عمرا طويلا. قلتيلي انه لما كان بيكتب رواياته كان احيانا يكتب مسودات ويرميها، يعني ما كانش من الناس المهووسين ان هو يحتفظ بالنسخه الاولى والنسخه الثانيه، لا يقطع ويرمي. كان الاول بيكتب بالرصاص ويصلح وبعدين يكتب بالقلم الحبر يحبر والحاجات كان بيرميها وماما كانت تلمها من سله المهملات، يقول لها ارميها دي مسودة يعني. بس احتفظت بشوية حاجات، جزء من ميرامار وحاجات تانية بقى مطلعاها متكرمشة من كان يعني هو يرمي من هنا، هي تطلع الورقة تفردها وتحتفظ بيها. لا بس دي تحس ان الورقة والدتك الله يرحمها كانت كوياها، يعني هي اتكرمشت واتكوت، بس دي مشطوب عليها بقى معرفش صلحها بعد كده او حاجة. لا دي واضح انها مسودة. مسودة ومتكرمشة، دي واضح انها فعلا متاخدة وشاطب عليها اهو. مامتك طلعتها وكويتها وزبطتها واحتفظت بيها. عرفت فرج في طورين من حياته الطويلة، عرفته في شبابه محبا للعبادة والمسجد ويطرب لسماع القرآن، وفي عز كهولته لا أدري أي شيطان من الإنس ساقه إلى الخمر. ده جزء من أصداء السيرة الذاتية. على فكرة الورق اللي احنا عرضناه ده بيعرض لأول مرة لا في صحافة ولا انترنت ولا تلفزيون. الأجزاء اللي هي الأم السيدة عطية الله خرجتها من المكان اللي ترمت فيه وكوتها دي ما حدش شافها. وكانت أستاذة هدى بتقول إنه في كتير من المحيطين من مشارب مختلفة، يعني سواء كانوا ممكن يكونوا في علاقة قرابة أو معرفة، حاولوا يستفيدوا من المسودات دي وإن هم يتحصلوا منها على مكاسب. في قانون بيحمي المخطوطات دي وإنه هي للأديب حتى لو مش في حوزته، إلا يعني لو إداها لحد لازم يثبت إنه فعلا نجيب محفوظ إداله الحاجة دي. في قانون كده في الدنيا؟ في قانون. دي حاجة عظيمة جدا. وحكموا الحقيقة ما قدروش يثبتوا، هو في كذا حد متورط في الحكاية دي بس يظهر ما قدروش يثبتوا خير على مرات ابن عمي بس، وما راحتش للمحكمة واتحكم عليها بالحبس والغرامة. أوف. مع ان في ناس كتيرة متورطين في الموضوع ده. يعني على قد ما الثروة اللي عندكم دي مهمة ومدعاة للفخر، إلا ان هي كمان مدعاة للمشاكل. انا عايز اوصل لنقطة مهمة جدا، وهي النقطة الاقصى ربما في حياة نجيب محفوظ وفي حياة اسرته وبالتأكيد حضرتك. حادثة الاغتيال أفاقت مصر على خبر من وكالة أنباء الشرق الأوسط بيفيد بأنه تعرض نجيب محفوظ محاولة اغتيال، محاولة لقتله بطعنة نافذة جاءت في العنق. خلينا نفتكر الحادثة دي أو تفاصيل الحادثة دي في ذاك الزمن سنة 94، وبعد كده نسأل أستاذة هدى عن تفاصيلها.
أنا لا كفرت بابايا ولا بكفر أي حد ولا أقدر أكفر أي حد. تعرض لمحاولة اغتيال قاتلة ومميتة، بيهددوه بالقتل، بيقولوا أنه لازم يتقتل. صفحات تعرض لأول مرة على الإطلاق. أنا طالعة بقول الحقيقة وده شيء مش عاجب. قراري الأسهل بالنسبة له هو الاستسلام. قال لنا أنتوا كنتوا ساكتين اسكتوا، دي رسالة بيبعتها لنا. إيه بس أنتوا أكيد كنتوا مصدومين. هي حاجة غريبة الحقيقة. لم يكن حادثاً عادياً محاولة اغتيال نجيب محفوظ في 14 أكتوبر سنة 1994. كان يوم جمعة الساعة 5 العصر، وكان صديق محفوظ بينتظره في سيارته الحمراء أمام بيته في العجوزة. يومها خرج نجيب محفوظ من البيت وقابل العسكري المكلف بالحراسة وطلب منه كالعادة إنه يبقى مكانه ولا يرافقه، وركب العربية كي يلحق بالندوة الأسبوعية اللي بيحضرها كل يوم جمعة مع شباب الأدباء والكتاب. وفجأة اقترب شخص من باب الشباك المجاور له وطعنه بسلاح أبيض، طعنه من الجهة اليسرى لرقبته. الطعنة قطعت شرياناً رئيسياً. حالة من الفزع انتابت قائد السيارة اللي اتحرك بسرعة جداً لمستشفى الشرطة بالعجوزة بجوار الحادث. خمس ساعات كاملة كان محفوظ فيها في غرفة العمليات بين الحياة والموت. عرف الخبر وتحركت وزارة الداخلية بسرعة لمطاردة وضبط الإرهابيين. خرج محفوظ من العمليات مساء، الكل ممتن على أنه نجا والكل في حالة ذهول مما حدث. قبض على 4 من الجناة وبدأت التحقيقات وبدأ النشر. اعترف الجناة بأنهم خططوا لقتل نجيب محفوظ بالتزامن مع الذكرى 6 لحصوله على نوبل. الخطة الأصلية للاغتيال كما جاء في الاعترافات أن تذهب مجموعة إلى بيت نجيب محفوظ على أنهم من المعجبين بكتاباته، على أن يحضروا معهم ورد وشوكولاتة وحلويات، وعندما يقابلوه يطعنوه بسلاح أبيض ويمنعوا زوجته من الصراخ. ولكن في ذاك اليوم وعندما طرقوا الباب قالت لهم الزوجة أنه غير موجود وأنه لا يقابل أحدا في بيته، ثم أخبرتهم أنهم غدا يمكن أن يقابلوه في ندوته في التحرير. وتأتي اعترافات محمد ناجي منفذ العملية بالكثير من التفاصيل المؤلمة. عندما خرج نجيب محفوظ من منزله واستقل سيارة صديقه، وجدت الفرصة سانحة لأنال شرف تنفيذ شرع الله، وخاصة أن زجاج الباب المجاور له كان مفتوحا، وتقدمت نحوه وأخرجت المطواة، مطواة أرمغزال، من تحت ملابسي وطعنته في رقبته طعنة قاتلة. أقوال القاتل كانت صادمة. أكثر من مرة أكد أنه لم يقرأ أي رواية لنجيب محفوظ، لم يقرأ له شيئا، هو فقط سمع فتوى تكفر نجيب محفوظ وتهدر دمه. وأضاف الفاعل في اعترافاته: غادرت الموقع وكنت قد نسيت أن أكبر عليه أثناء الطعن، فقمت بالتكبير في سري وأنا أغادر الموقع باتجاه كوبري أكتوبر. نجا نجيب محفوظ من محاولة الاغتيال، لكن مصر بمثقفيها وقرائها وشعبها لم ينجو من الصدمة، صدمة التكفير والقتل والعنف والجهل.
بعد الحادثة ظل نجيب محفوظ يمشي في الشارع كما تعود، يمشي وحيدا، يسلم على الناس ببساطة وابتسامة ودون خوف. Fear is unreasonable in my age. You see, 77. So, if extremists want to kill on Saturday, perhaps God will do it in Sunday. لا يخفى على المشاهد انه التحضير لحلقه زي دي مش بس بيبقى فيها مشاعر بالحماس للقاء ابنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ نادره الظهور، انما الحقيقه كان فيها مشاعر كتيره جدا ومدارك تزداد واحنا في طور التجهيز. يعني الذهاب لدار الوثائق وتجميع كل ما كتب في تلك الاحداث الهامه يعطيك صوره اهم عن الماضي. نحنا ندخل في اجواء الحادثه ونقرا الاعترافات ونتفرج على الانسان نجيب محفوظ ما بعد الحادثه. الحقيقه ان الجزئيه دي احنا اهتمينا بيها جدا في البرنامج، قعدنا نتامل ذلك الشخص نجيب محفوظ اللي كان على شفا الموت وازاي واجه الحياه بعد الحادثه دي. في درس مهم جدا في الجزئيه دي لازم نطل عليه، انما قبل ما نطل عليه لازم اسال اسئله تفصيليه خبريه عن وقع حادث الاغتيال وتفاصيله على أسرة نجيب محفوظ. قبلها بأسبوع معرفش كان عندي سفرية ومش عايزة أسافر، كان عندي إحساس بالخوف عليه مش عارفة ليه، وفي حد بلغ ماما بالإنتركوم ما كانش عايز يقلقها، قال لها ده عمل حادثة، فافتكرت حادثة عربية، حببوا يخفوا الموضوع، وجات قالت لي باباكي بيموت، فقمت مخضوضة ورحنا المستشفى وقعد فترة طويلة بيعمل عملية. بس هو قال ان هو جا واحد يسلم افتكره معجب، فلما جاي يسلم عليه راح غرز السكينة هنا وحاول يعمل يعني اكبر دامج ممكن للعرق هنا. يعني مش مجرد طعنة، ده هي طعنة اعقبها يعني يحاول أكبر لتهتيك أو لتقطيع الجزء. هو وقتها قال نفذوا تهديدهم، عرف قال نفذوا تهديدهم، هو كان يعني بيهددوه بالقتل، يعني بيقولوا أنه لازم يتقتل. الحقيقة احنا عمرنا ما كلمناه في الموضوع ده لأنه جاء صحفي أجنبي يسألوا عليها على الحادثة فاتنرفز، فقررنا ما نسألش. بس بعد كده شفت فيلم فرنساوي بعديها بكذا سنة قال إنه كأنه وحش غرز أنيابه في رقبته، يعني ده الإحساس بتاعه. يعني الحادثة دي حصلت سنة 94 ونجيب محفوظ توفي سنة 2006. طول السنين دي حسيت إنه ده مجرد الكلام في الحادثة دي بيؤلمه، فما اتكلمتوش فيها أبدا. احنا ما حاولناش تاني الحقيقه، لما شفنا انه تنرفز ما حاولناش يعني عشان ما نضايقهوش، يعني ما حاولناش نتكلم في الموضوع ده تاني. سالت استاذه هدى في الجزئيه دي وقلت لها طب حتى من باب الفضول ما حاولتوش تقولوا له يعني تسالوه؟ فراحت قالت لي احنا مش صحفيين عايزين معلومات، ده بابانا ومش عايزينه يزعل، وهو ده القرار اللي اخذته طول السنين اللي مرت بعد الحادثه دي. طب كلميني عن نفسك انت، مشاعرك، كنت شايفه انه هذه هي النهايه، ولا يعني انت تمتلكي ذكرياتك الشخصيه تقدري تتكلمي على مشاعرك في الحادثه دي؟ انا ومامي رحنا المستشفى وطول الوقت كنت بدعي، يعني انا كنت مخضوضه الحقيقه. قعدنا مده طويله بره لغايه بقى ما الناس ابتدوا ييجوا، أنكل ثروت ووزير الثقافة ويعني والأستاذ جمال الغيطاني يتهيألي، يعني ابتدت الناس تيجي فنزلونا بقى نستقبل الناس ونقعد معهم. بس يعني قد إيه الحادثة دي هزت نجيب محفوظ؟
الحقيقة الكتابات اللي ظهرت على الشاشة دي كان طبيب يا إما من الشرطة أو الجيش نصحوه بأنه يبتدي الكتابة تاني، وابتدى يكتب من أول، يتعلم الكتابة من أول وجديد، ويتعلم يمضي من أول وجديد، وكتب بعد كده الصورة دي، أحلام فترة النقاهة دي كانت بعد الحادثة. الصفحة دي، الصفحة دي ضمن مجموعة صفحات تعرض لأول مرة على الإطلاق، لا في حياة نجيب محفوظ ولا بعد وفاته. المرة الأولى اللي المشاهد أو القارئ العربي أو المتابع العربي يشوف أولى محاولات نجيب محفوظ لاستعادة القدرة على الكتابة والخط بعد العملية. نظرا لمكان الطعنة تأثر ذراعه الأيمن وما كانش عنده قدرة أنه هو يحرك إيده ويكتبها، دي المحاول ويكتب بيها، دي المحاولات الأولى أنه هو يرجع يكتب اسمه، فقط اسمه نجيب محفوظ بالعربي أو بالإنجليزي. يعني هو الغرض ما كانش في المحاولات الأولى، الغرض مش الإبداع قد ما هو يحرك إيده، دي تمرينات. بس برضو المحاولات والشخبطات دي، أنا في إيدي كراسة تقدر بالملايين، الكراسة دي لو اتحطت في دار مزادات تتباع بملايين، لأن الكراسة دي فيها المحاولات الأولى لنجيب محفوظ للكتابة بعد الحادثة. بخلاف قيمتها الإنسانية، الحقيقة إن هي بتقول كمان عن أفكار ذلك الرجل. هو لما ابتدى يكتب القلم وابتدى يكتب اسمه، ابتدى في المحاولات دي يقول إيه؟ نجيب محفوظ، يكتب يقول الله واحد لا شريك له سبحانه. على فكرة احنا بذلنا مجهود كبير عشان نسبر طلاسم هذه الكلمات، لانه الحقيقة هي اقرب للشخبطة. محمد رسول الله وانا عبد الله نجيب محفوظ، تلاقي في الصفحة الاولى بيستحضر، هو شخص بيستحضر أقرب كلام أو أي شيء يأتي على خاطره بس عشان يمشي إيده. الحمد لله، بسم الله، أحرك بيدي نصلي، هتلاقي حاجة في حاجة تانية تحس إن هو جه على دماغه أغنية فيقوم كاتب زوروني كل سنة مرة، دي الجملة اللي جت على دماغه فابتدى يتدرب على كتابتها. مجرد التفحص في الكلام دي، في الكلام ده أو في المحاولات دي، بيقول عن تلك المرحلة. وبيقول كمان إنه شيخ تجاوز 70، تعرض لمحاولة اغتيال قاتلة ومميتة، كان القرار الأسهل بالنسبة له هو الاستسلام. إذا ما كانش الاستسلام للموت فهو الاستسلام لعدم المحاولة. شيخ فوق 70 يا أستاذة هدى لسه بيدرب إيده إن هي تكتب، مش تشبثاً بالحياة بقدر ما هو إيمان بالإرادة. يتهيألي كان كمان بلغ 80، كان 80 سنة يتهيألي أو فوق، يعني لأن وقت نوبل كان عمره 77 سنة، صحيح فوق 80. يعني شيخ فوق 80 بيحاول استعادة مش القدرة على الكتابة، إنما هو أنا كنت بفسرها أنها دي إيمان بالإرادة وإيمان بالخالق، إنه مش هو اللي هيحط النهاية، طالما هو بيقدر يحاول فهو هيحاول. أنا الكراسة دي وقعت في غرامها لما فيها من أفكار حقيقة انتابت كل فريق العمل اللي اطلع عليها. عندنا إحساس بالزهو طبعاً إنه محتوى الكراسة دي بيطلع لأول مرة على الشاشات العربية من خلالنا، إنما كمان عندنا إحساس بالضآلة إنه إنسان في مثل ذلك السن في أعقاب تلك الحادثة يكون عنده القوة دي والإيمان ده إنه يعمل المحاولات دي، إنه يكتب على الكراسة. يعني مش عارفة أشكرك إلى أي مدى انك سمحت لنا ان احنا نتشارك في الاطلاع بس على كنت بتشوفيه هو بيحاول يكتب يا استاذه بدر؟ طول الوقت لغايه ما فعلا ابتدى كتب الاحلام.
البعض شكك في 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 الكتاب الاخير للاحلام وقال انه دي مش حاجات نجيب محفوظ. لا حاجته بس هي مش بخط يده في المرحله في الاخر كانت ايده بتوجعه فكان بيملي ده ما كانش خط يده. عشان كده انتوا حرصتوا ودي للمره الاولى يمكن والاخيره ان انتوا تحضروا حفل توقيع كتاب او طبعه عشان تاكدوا انه ده اللي كتبه نجيب محفوظ مش زي ما البعض ادعى. لا موجوده كانت عندنا في البيت. عشان كده انتوا يعني هي غالبا عشان ماما ما كانتش موجوده فحضرنا لان مش بنحضر. ليه لما اخت حضرتك ربنا يرحمها توفت خبيتي عن الاعلام تماما؟ لانه انا كنت فاكره انه بابايا مشهور فيعني احنا اتضايقنا في حاجات كتيره الناس ما بتراعيش ان الواحد حزين او في ظرف صعب وعارفين ان احنا ما بنطلعش وبنتضايق من الحاجات دي فان يبقى في مضايقات يعني اتضايقنا جدا. فوقت ماما احنا قلنا خلاص يعني ولا كان في ذهننا خالص ان هيبقى في صحافه او مصورين. فلقينا الخبر اتنشر وعلى النيوز بار حد قال لي اراه وابتدت الناس يعني عايزه تيجي البيت يعني فقلقنا وخوفنا وكل حاجه مشيت غلط. معرفش لو فاتن كان اتعرف عنها الخبر او لا كان هيحصل كده بس قلت لا مش عايزه امر بنفس التجربه يعني في حاجات كده انسانيه الناس مش بتراعيها يعني واحد بيبقى حزين ويعني معروف ان احنا ما بنطلعش يعني ايه فايده ان حد يجي يضايقني عشان ياخد صوره يعني لا عارفين ندعي ولا نقرا قران ولا اي حاجه يعني مش معقوله يعني يعني ما افتكرش في حد طلع عليه كميه اشاعات وده للاسف من الناس اللي بيدعوا انهم مقربين وانه بيحبوه ايه كميه الحقد والكره ده يعني انا مش فاهمه. اتضايقتي عشان اتقال انه بنات نجيب محفوظ داعشيات؟ طبعا شيء يضايقني وكل ده كان انتقاما مني لاول حوار تلفزيوني قلته وانا بقول الحقيقه انا ما بكذبش. للاسف في كميه كذب فظيعه اتقالت وحاجات مخالفه للواقع فانا طالعه بقول الحقيقه وده شيء مش عاجب. وبعدين انا اتمنعت من الرد في كذا حته. انا لازم اسالك السؤال بشكل واضح يمكن يكون ده انطباع خاطئ او صحيح بس واحد من اسبابه ان انتوا كمان منعزلين عن بس عن الشخص ده ما يعرفناش يعرف ايه افكاري يعني الواحد لما يعرف حد لازم يكون قاعد يتكلم معاه وعرفه ما يعرفش عننا حاجه يعني اكيد كان في مثلا عشان حد يقول مش معقول عشان إن محجبه إن نجيب محفوظ متبنيه فكر داعش لازم يكون عنده اماره او دلاله. هل في عملتي حاجه خليت البعض يتهيأ له ده؟ انا ما اعرفوش. شفته كده بس يعني مش انه يعرف حاجه عن حياتنا. يعني غير صحيح انه بنات نجيب محفوظ رفضوا اعاده طبع بعض رواياته ان هم تنصلوا من بعض الافكار اللي هو قالها نجيب محفوظ. الكلام ده مش مظبوط. انا لا كفرت بابايا ولا بكفر اي حد ولا اقدر اكفر اي حد يحاول يشوهنا ومنعنا من الرد عليه في حتت كتيرة. أنا لو كان الرد بتاعي اتنشر أو اتذاع في التلفزيون أنا ما كنتش هطلع. كنت حاسة مش محتاجة مادام بقدر أوضح الصورة في بعض حاجات ويتبعت لنا صحفيين يأولونا حاجات يعني مش ممكن. طيب يعني اللي أنا مهتمة أن أنا أعرفه لأنه نجيب محفوظ في كل ما قرأته له وكل ما شاهدته أو سمعته من حوارات إذاعية أو تلفزيونية هو رجل تنويري لآخر المدى ورجل متسامح مع كل الأفكار. كان متسامح بالدرجة إنه هو لما أبلغ بإعدام أو بإنه الجناة اللي حاولوا يقتلوه تعرضوا للعقوبة المغلظة قال أنا مسامحهم أنا مش عايز حد يتعاقب. هو صعب عليه حس إنه اتضحك عليه يعني هو كان متأكد إنه ما قرالهوش وصعب عليه إنه يعني اللي أنا كنت عايزة أقوله إنه هي شكلها كده يبقى غريب وفج جدا إنه الرجل التنويري المتسامح اللي شايف إنه الأفكار مشاع للناس
لما يتقال ان ولاده متعصبين جدا يبقى في يعني في انتباه ناس تقول وكتير ممكن يكون يتضايقوا او يزعلوا من ولاد نجيب محفوظ. هو الراجل ده ليه اختين والاثنين محجبات، فهو كان انا ما قريتش المقاله، المحامي رافض ان انا اقرا بس حد قال لي انه بيتكلم على حجابنا وعلى حاجات تانية. اخواته محجبات، فيعني لو احنا داعشيين اخواته كمان داعشيات. انتوا رفعتوا مصر معظمها محجبات، كلنا داعشيين. رفعتوا انا ما اعرفش ايه السبب الحقيقه. هو انتقاما من الكلام اللي انا قلته في اول برنامج، اول حاجه طلعت في التلفزيون فيها، بينتقم مني، بينتقم من الاسره كلها. رفعتوا قضيه لما اتقال عليكم ان انتوا وجتعويض، وللاسف هي نفس الجريده اللي اول مره برضو اتمنعنا من الرد في التلفزيون المصري، ده كان قبل الثوره، بعتنا على يد محضر لوزير الاعلام ورئيس اتحاد ورئيس التلفزيون والمذيع وهذا الشخص، وقلنا لهم لازم تذيعوا الرد بتاعنا. اتمنع الرد، بعد كده بعت صحفيه وصفحه بحالها في نفس الجريده دي بتوبخ فينا وبتسفه فينا، وحتى دخل ناقد فني مش فاهمه ايه اللي دخله في الموضوع، قال لنا انتوا كنتوا ساكتين اسكتوا، دي رساله بيبعتها لنا. ورفعتوا القضيه وكسبتوها. اخذنا تعويض. بص يا استاذه هدى، هو نجيب محفوظ سيظل نجيب محفوظ، ادبه وقيمته ستظل، تسامحه ده اللي لازم نتكلم عليه. بس يعني انا بنته ازاي ابقى ساكته في حياتي وعارفه ان في حاجات بتتقال غلط وبالقصد، وما يعني انا افضل سلبيه كده ما اقولش حاجه؟ يعني بنته تسيبه كده وانا عارفه ازاي؟ انت اكتر حاجات ضايقتك بخصوص والدك، واحد انه يتقال انه اخذ جائزه نوبل عشان اولاد حارتنا فقط، وهو في وهو في احنا عرضنا حفل الجائزه وهو في يمكن على الاقل ست روايات حتى مذكوره في التقديم مش ثلاثه بس. وبعدين هو حس انه ترجمه الثلاثيه هي السبب انه اخذ الجائزه، لان الاعمال الثانيه كانت متوفره باللغات اللي بتقراها اعضاء لجنه نوبل، انجليزي وفرنساوي والماني من الستينات، بيترجم له من الستينات، فكانت متوفره بس ما اخذهاش. وبعدين اول ما ترجمت الثلاثيه الجزء الاول والثاني بعديها بفتره قصيره اخذ الجائزه واشاروا الى الروايه حتى ما انتظروش الجزء الثالث. فهو لا حاسس هي الجائزه رسميا على مجمل اعماله، على تراكم على مجمل اعماله، انما ايه في حد او في ناس ممكن تحب تروج انه الاولاد حارتنا عشان التاويل الرمزيه اللي في الروايه، روايه كلها رموز، فهو قال لك عشان تفسير الرموز دي يبقى هو اخذ عن اولاد حارتنا. لا، بشكل رسمي وقاطع وقدام الناس هو على مجمل اعماله الادبيه. دي اكتر حاجه، دي من اكتر حاجات اللي ضايقتك او بتضايقك بخصوص نجيب محفوظ. الحاجه الثانيه هو انه يتقال ان انتوا متطرفين، وده مش حقيقي على الاطلاق. هو مش مضايقني قوي، انا مش فارقه كلامه بقية، بس يعني وما يصحش انه كله كذب، وفين حق الرد؟ انا من حقي ومن حق اي حد ان يرد. ازاي نتمنع؟ ازاي نتمنع؟ ازاي الشخص ده يستغل سلطته ويمنعنا؟ مفيش حد يقدر يمنعك يا استاذه هدى. لا، ما هو اتمنع كذا مره. ما هو لا، يتمنع حاجه تانية. يعني انت مفيش في يوم قررتي تعملي مؤتمر صحفي وما عملتيهوش. يعني ما هو انا عايزه ارد في اللي بيقرا في حته، مش بالضروري ان يقرا في حته تانية. عارفة انا برد يا هدى، يعني في حاجات كده في الدنيا الواحد فهمها يعني. لان انا سالت استاذه هدى السؤال ده، قلت لها هو انتوا ليه على الاقل ما الفتوش كتاب عن ذكرياتكم مع نجيب محفوظ؟ لانه في بعض الحكايات حتى لما تحطها جنب بعضها من غير ما تشير لاي حد بتقول السياق الحقيقي كان عامل ازاي. معرفش انتوا كان عندكم نوع من التردد او الكسل او القرار ان انتوا ما تكتبوش حاجه عن والدكم. هي فاتن كانت ناويه يعني، بس ما جاتش الفرصه. بس الفرصه قدامك يا استاذه هدى، مهم ان انتوا تكتبوا وتوثقوا على الاقل
هو الحقيقة يعني ممكن نقول ال الأسامي بقى الأستاذ رجاء النقاش يعني وثق كويس في حاجات كتيرة. طيب سألت السؤال ده لأستاذة أم كلثوم أستاذة هدى، قلت لها أنتوا ليه يعني هم مؤخرا بس ابتدوا يفكروا في موضوع الكتاب، إنما قبل كده ما كتبتوش ليه؟ فكان ردها واضح، قالت لي إحنا طول عمرنا خايفين ننتفع من والدنا، إنه إحنا يتقال إن إحنا يعني عايزين نتكلم عنه عشان إحنا نستفيد حاجة، وأعتقد إن دي حساسية مفرطة يا أستاذة هدى. لا أصل الحقيقة في كلام كتير اتقال عنه في حاجات كتيرة، يعني هكتب إيه زيادة يعني؟ أنا بس كنت عايزة أوضح تكتبي اللي أنت تعرفيه أستاذة هدى. يعني كم واحد في مصر مثلا يعرف انه نجيب محفوظ كان بيعزف قانون باحتراف؟ كم واحد في مصر عنده الصور الشخصية دي؟ كم واحد في مصر عنده المقتنيات العظيمة؟ حضرتك عارفة لو دي تتحط في كتاب، يعني انا يعني علاقتي بأي قيمة في الحياة بعيدة عن القيمة المادية، نجيب محفوظ بالنسبة لنا هو قيمة انسانية وادبية ووطنية، انما كمان لما الحاجات دي تتحط في كتب دي حاجات مهمه جدا. انتوا ما عملتوش ده يا استاذه هدى، مش بتهمك بس بقول لك ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات كتيره جدا مش في ايد اي حد تاني يعملها الا انتوا. بس اسفت ان كانت ناويه تعمل الحاجات دي. الله يرحمها، هي اتوفت ما كانش عمرها سنها زي ما تقال في الصحافه، كانت اصغر من كان بقى لها 6 أو 7 سنين مريضه. بيتهيالي انه 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 على كاهلك او على طقتك استاذه هدى انك يعني تكملي الفكره دي، وان انت تحولي حاجات كتيره من مقتنيات نجيب محفوظ الى كتاب. هو انا اتمنى انه الوزاره تعمل المتحف والحاجات دي تتعرض في المتحف، يعني اتمنى انه دي الأمنية اللي عند ناس كتيرة، بس ما عرفش ليه متعطلة. يعني أمنية جملي بقالهم سنين كتيرة ولحد دلوقتي المتحف ما تمش للأسف. بعد الفاصل هنحكي لكم، بعد الفاصل هو الجزء الأخير من الحلقة دي، وهنتكلم على القلادة، ولا قلادة مثل قلادة النيل، الوسام الأعلى والأرفع والأهم في بلدنا، حكاية مهمة جدا لم تحكى من قبل عن قلادة النيل التي تسلمها نجيب محفوظ بعد حصوله على النيل. دي أول وآخر مرة هتحصل حاجة زي كده. الكلام ده بالغ الأهمية وبالغ الحساسية. مكتب الرئاسة اتصل قال له عربية هتفوت عليك. ايه بس انتوا اكيد كنتوا مصدومين. هي حاجة غريبة الحقيقة. وهو ما قالش لحد ولا انتوا قلتوا لحد؟ هو أنا اللي طلعت السر ده، هو عمره ما اتكلم في الموضوع. ولماذا صمت نجيب محفوظ ولم يتحدث في هذه المسألة أبدا؟ وللأسف أنا اللي سربت. الأديب نجيب محفوظ حصل على أوسمة كثيرة وشهادات كثيرة وجوائز كثيرة جدا، الأشهرها عالميا هي نوبل، والأهمها وطنيا هي قلادة النيل. لما تدخل على المصادر التي تعرف هذه القلادة تعرف مباشرة أنها الأعلى والأرفع والأهم في مصر. تمنح هذه القلادة لمن قاموا بأعمال جليلة لهذا الوطن، زي فنانين وأدباء وعلماء، أحمد زويل، أم كلثوم، مستشار عدلي منصور، مؤخرا تمنح لسياسيين وعلماء وأدباء من كل المجالات. إنما لازم يكون اللي بياخدها شخصية استثنائية واللي قدمه للبلد شيء استثنائي. في نفس العام الذي حصل نجيب محفوظ على نوبل، ما بين الإعلان عن الجائزة وتسلم الجائزة، قدمت مصر والرئيس الأسبق مبارك قلادة النيل لنجيب محفوظ. قد منحناكم قلادة النيل العظمى
وهي أرفع الأوسمة المصرية، وأمرنا بإصدار هذه البراءة إيذانا بذلك. لحظة من اللحظات المجيدة للكاتب ولأسرة الكاتب، ما شفناكوش في الحفلة دي برضو. لأنه الدعوة كانت غريبة قوي، إحنا ما كناش عارفين هنروح ولا لا، هو كان عايزنا نروح يقول لا هتيجوا، بس الدعوة هي من وزارة الثقافة جات لنا قبلها بليلتها، يعني قبلها بيوم بالليل فقلنا خلاص هنروح. فبعد كده كان بابا في الأهرام، وحد من الرئاسة مكتب الرئاسة اتصل قال له عربية هتفوت عليك، معرفش مين اللي ما وضحش انه احنا في عربية لينا احنا كمان نروح، فقال لنا خلاص مش هتروحوا، وطلعوا بعتين عربيتين، عربية ليه وعربية لينا، فما روحناش. يا بصي يا استاذة هدى، يمكن حضرتك مثلا تقولي ان المراسم او كده يعني اتاخرت او ما اخترتكوش قبلها بوقت كبير، بس برضو انتوا عندكم خجل مفرط. لا ازاي يعني؟ انا هقول حاجه، يعني ما كان ممكن لا كان ممكن انه استاذ نجيب محفوظ يسال يقول هو في مكان، يعني على فكره هو كان سؤال عابر، بس يبدو ان انتوا زي ما قلتي انتوا هو وانتوا تعودتوا ان انتوا ما حدش يحس ان انتوا بتطلبوا حاجه. على فكره ده سؤال عادي جدا، انه هو احنا انا لوحدي ولا في حد معايا. انا معي. ما اعرفش هي اتقالت له ازاي، بس قال انه خلاص ما انتوش رايحين. صعبه قوي في حفله فيها رئيس الجمهوريه، يعني انه هنروح كده. اي بس هما يعني الرئاسه ساعتها بالعكس كانت عايزاكم، والدليل ان هي بعتت لكم عربيه، بس انتوا كسفتوا تسالوا قبلها بوقت فما عرفتوش تروحوا. كان نفس اليوم، نفس اليوم جاء مكالمة من مكتب الرئاسة، فعشان كده ما رحناش. لا الرسالة راحت له هو. هو ممكن يكون تعفف، مش يعني ممكن يكون الكاسب، ممكن يكون تعفف انه يسأل هو انا بناتي تنفع تيجي ولا لا. ده شيء احنا نكبره جدا في استاذ نجيب محفوظ، بس الموقف كان حلو قوي يعني انت تحضره. عرفتوا ازاي بقى موضوع القلادة؟ انه 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 هو حصل عليها، جالكوا تليفون، حد جه بلغكوا؟ لا مش عارفه، بس هو اخذها عشان اخذ نوبل يعني. حتى استلمها قبل ما حفل استلام جائزه نوبل، يعني قبلها بفتره استلم الجائزه ورجع وعلى طول على البيت، صح؟ ايوه. الجائزه دي هي قيمتها الادبيه هي الاهم لان هي الارفع، انما كمان المفروض ان هي هديه، يعني قلاده قيمه جدا، لانه بيقال ان هي من الذهب الخالص، صحيح؟ هي اول ما ماما شافتها قالت له دي مش ذهب، وراحت تاكدت لقيتها مش ذهب. يعني ايه يا استاذه هدى؟ يعني جايزه مغشوشه. اعرفش ازاي حاجه تحصل زي كده، ما برضو مختلف عن الباقيين، اخذ جايزه كلهم اخذوها ذهب وهو اخذها فضه. لا معلش الكلام ده بالغ الاهميه وبالغ الحساسيه. حضرتك بتقولي انه قلاده النيل، القلاده اللي تسلمها نجيب محفوظ، كشفته عليها عند الجواهرجي. هي ماما لما شافتها قالت دي مش ذهب، يعني هي كانت مطفيه مطليه، يعني لونها مطفي، حتى لما تقارنيها مع اللي اخده، ما شاء الله مش عايزه احسده من الجاي، لا هتلاقي اللون مختلف. فقالت له دي مش ذهب، احنا عارفين انها المفروض ذهب يعني. وراحت سالت قالت له مش ذهب. طبعا بابايا مش فارق معاه الحاجات دي يعني. بس هي غريبه انه حاجه تحصل، متهيألي دي اول واخر مره هتحصل حاجه زي كده. بصي
والدتك أخذت القلادة بعدها بعدها على طول تاني يوم مثلا؟ لا مش متذكرة، بس راحت سألت، راحت عند السايغ كشف عليها وقال لها ايه بقى؟ فضة فضة مطلية. يعني زي ما بيقولوا بيج نيوز الموضوع ده، حاجة وهي على العموم عند وزارة الثقافة يعني. لا معلش انت ما بلغتوش حد يعني نجيب محفوظ ما يعني في 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 حاجة في النص حصلت غلط؟ هو ما طلبش حاجة، ويعني يعني ما كلمش حد في وزارة الداخلية، ما كلمش الرئاسة، كان بسهولة يقدر يكلم الرئاسة أو وزير الثقافة. يعني قعدتوا مع بعض واخدتوا قرار ان انتوا مش هتقولوا لحد مش خالص؟ مش قرار، احنا دي حاجة مش بتاعتنا، بتاعته هو، يعني هو يتصرف بالطريقة اللي تعجبه. ايه بس انتوا اكيد كنتوا مصدومين. هي حاجة غريبة الحقيقة. وهو ما قالش لحد ولا انتوا قلتوا لحد؟ هو انا اللي طلعت السر ده، هو عمره ما اتكلم في الموضوع، انا اللي طلعت الخبر الحقيقة. انا شايفها حاجة غريبة بعد 29 سنة نكتشف انه القلادة الخاصة بنجيب محفوظ اتبدلت او حد قلدها او حاجة زي كده. انا ما اعرفش ايه بالظبط اللي حصل. طب ما يمكن تكون اتسرقت من البيت عندكو وحد بدلها ورجعها. لا ده اول ما دخل ماما قالت له دي مش ذهب. ما انا 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 بحاول يعني ايه يعني الاقي منطق سهل مش منطق صعب. قول يعني ممكن تكون جات البيت وحد من المترددين على البيت او اي حاجه اخذها وعمل ريبليكا نسخه طبق الاصل واخذ الذهب وساب لكم الفضه. حتى وهم بيستلموا في المتحف الست اتخضت اللي بتستلم، قالت هي فضة مش ذهب. طب ولماذا صمت نجيب محفوظ ولم يتحدث في هذه المسألة أبدا؟ مش عارف ولا احنا يعني مش فارق، بس هي غريبة الحقيقة، أنا مستغرباها. هو ما افتكرش انه بتفرق معاه الحاجات دي، يعني ما يعملش مشاكل، شخصيته ما يعملش مشاكل عشان كده، وخلاها في سره وفي قلبه وخلاص. الى ان رحل عن الدنيا والناس كلها فاكره انه عنده قلاده ذهب. وللاسف انا اللي سربت. ما هو بيقول لك لا خلق الله سر، لا خلق الله سر. طيب عشان نرجع الامور الى نصابها، اللي بتقوله استاذه هدى ده يعني حاجة مؤلمة وكبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي، بس برضو لازم ندرك انه نجيب محفوظ كان فاهم زي ما احنا فاهمين انه قيمة القلادة دي كانت في المعنى بتاعها، انه هو من قلائل في مصر حصلوا على هذه القيمة او على هذا المعنى. الجزء المادي يعني بالتأكيد لو كانت قال ساعتها كان يحصل في تحقيق، انما بعد 29 سنة ايه؟ لا أنا مش منتظرة حاجة، أنا بس مستغربة إن حاجة زي كده تحصل. لا إحنا مش عايزين حاجة بديلة أو حاجة. صاحب الشقة مات وعارف إنه يعني أخد حاجة مش صح، أنا ما إحنا هيفرق معانا إيه؟ لا كان يجب أن نراجع بعض القوانين والمواد الرسمية المتعلقة بقلادة النيل. أولاً الأوسمة والنياشين في بلدنا نظمها قانون 528 لسنة 1953، وتم تعديله في سنة 72 بقانون رقم 12، ويحدد القانون حصراً 11 وسام مدني أعلاهم مرتبة قلادة النيل التي يسلمها رئيس الجمهورية بنفسه. بالرجوع إلى مصلحة سك العملة وسؤالها عن المواد التي يتم تصنيع القلادة منها، جاءتنا الإجابة الرسمية كالتالي: القلادة تصنع من الذهب عيار 18 بوزن 488 جرام، وتكون محلاة بأحجار من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق.
هكذا وبهذا الوصف تسلمتها شخصيات كبرى في احتفاليات رسمية. بالطبع القيمة الأدبية للقلادة هي الأهم والأغلى وليس المعدن المصنوع منه، لكن إن صح ما صرحت به ابنة نجيب محفوظ عن القلادة التي تخصه فيجب على وزارة الثقافة أن تتتبع الأمر وتتحقق منه. طيب كانت أستاذة هدى بتقول إحنا مش عايزين القلادة أو مش عايزين الذهب، بس عايزة إيه نجيب محفوظ؟ إحنا الشهر ده إحنا بنعرض الحلقة دي في الشهر الذي يشهد ذكرى نجيب محفوظ، شهر أغسطس، والسنة الجاية في أكتوبر العام القادم إن شاء الله 2018 بيمر بالتمام والكمال 30 سنة على حصوله على جائزة نوبل، الحدث الأدبي الأهم والأبرز في الأدب الحديث. عايزة إيه؟ بتتمني إيه في وجود مناسبتين زي دول، ذكرى و 30 سنة مقفولين على حصوله على نوبل؟ هو أنا ما بحبش أطلب وهو برضو ما كانش هيتبسط، بس يعني أتمنى إنه لو يدرس في المدارس زي ما الأدب العالمي موجود في المدارس. يعني إحنا في المدرسة كنا من أولى ثانوي بناخد كل سنة شيكسبير إلى جانب رواية إلى جانب كتاب القراءة، وما فيش غير طه حسين اللي كنا بنقرأه والشعر. فيعني أتمنى مش لي هو بس، لي ولجميع الرموز في جميع المجالات، انه تبقى موجوده في المدرسه ناس تعرف عنها. يعني بابايا بقاله 11 سنه وفي حد قال لي عمل، يعني سال كذا حد في الجامعه ومحدش بيعرف عنه حاجه. يعني هو ما فاتش كتير قوي عشان ما يتعرف، يعني يتنسي قوي كده. لا ما مالوش علاقه بالسنين، يعني شكسبير ميت من كام سنه بس. أيوة ادب شكسبير موجود، برنارد شو كذلك. يعني هو المساله مش بكام سنه فاتت، هيبقوا موجودين ازاي خير لما يكونوا في التعليم. موجوده الحاجات دي في التعليم، مين اللي هيروح مكتبه ويقرا حاجات بقالها قرنين؟ يعني الناس بتقرا الجديد. طيب انا هقتبس او هستعير أو هاخد نصاً الكلمة أو جزء من الكلمة اللي اتقالت وهم بيقدموا جائزة نوبل لنجيب محفوظ، لما مقدم الحفل قال وهو بيخاطبه، قال له إن أعمالك الفنية العميقة تدعونا إلى أن نعيد النظر في الأشياء الجوهرية في الحياة. نصوص نجيب محفوظ الأدبية فيها هذه الفكرة، الحديث عن الحب، الحديث عن الإيمان، حديث عن الحرية، في نصوص أدبية راقية. ما ينفعش يبقى عندنا كل الروايات دي وكل الأعمال دي وعندنا مراحل تعليمية من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي ما فيهاش سطر واحد لنجيب محفوظ، سطر واحد. في يوم من الأيام كانت روايات الشبيبة أو المراهقين، كانت في روايات زي كفاح طيبة بتدرس أو أجزاء من النصوص دي، مش بس من باب المعرفة إنما من باب ترسيخ هذه المفاهيم العميقة الخاصة بالإنسانية جمعاء. وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزراء الثقافة العرب من المحيط إلى الخليج، ألارم، أو خلينا أقول تنويه، السنة الجاية يمر 30 سنة على حصول نجيب محفوظ على نوبل. السنة الجاية لازم تبقى الاحتفالات الثقافية من معارض كتاب، من ندوات، من فعاليات، لازم يكون فيها إعادة تذكير وإعادة قراءة لأعمال ذلك الأديب العظيم والشخص المتسامح إلى أقصى درجة. أستاذة هدى مش عارفة أشكرك إزاي وإلى أي مدى على وجودك معنا النهاردة. أنا بشكركم على البرنامج. كل الشكر والتحية
للمشاهد والمتابع العربي، لأنه نجيب محفوظ يخص العالم العربي بقدر ما يخص مصر. وأكرر الشكر لأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ.